للعام الثالث على التوالي. المبادرة مهمة جدا، من أهم فعالياتها هي إصدار تقارير دورية مبسطة علشان تعرف المواطنين بحقوقهم في موازين بلدهم. الحقيقة المبادرة بتاعتها اسمها حقك تعرف موازين بلدك. احنا دايما في نهاية كل مارس من كل عام وكل نهاية سبتمبر بنعرض البيان التمهيدي ما قبل الموازنة ثم موازنة المواطن اللي بتلخص أهم الأسس اللي اتبنت عليها الموازنة، ايه أهم التشريعات اللي احنا الوقت الجاي نعملها، ازاي المواطن يعرف حقه في موازنة بلده من خلال الإنفاق على كل القطاعات اللي بتمس حياته اليومية، ازاي الأموال اللي بتتاخد منه في صورة ضرائب مباشرة وغير مباشرة رسوم او دمغه بيعادها يدفعها مره اخرى عشان تكفي احتياجاته الاساسيه. طبعا دي السنه الثالثه بنتعاون فيها مع وزاره الماليه. احنا طبعا لينا الشرف ان احنا نكون جزء من التعاون بين وزاره الماليه والمجتمع المدني والقطاع الخاص. الحقيقه اكبر جزء بنتعاون فيه مع وزاره الماليه هي موازنه المواطن. احنا بنشتغل معاهم، اشتغلنا معاهم في ثلاث نسخ للموازنه. الفكرة الرئيسية في موازنة المواطن هي زي كتيب صغير بيشرح ايه هي تفاصيل الموازنة بشكل مبسط، جرافس او رسومات في المواطن بيبقى فيه اهم البنود اللي موجودة فيها. هاي المبادرة هامة جدا بحيث انها بتثير الوعي حول اولويات البيان التمهيدي والموازنة القادمة، بالإضافة أنه تستعرض مع المشاركين ومع منظمات المجتمع المحلي أهم التحديات اللي بتمر فيها الوزارة واللي بتمر فيها الحكومة. I think it's a good opportunity to be here today because having new information about the budget for the next fiscal year is something that is really helpful because the budget affects everything, the general economic situation and of course also the life of all the Egyptians. And to be here and to have the opportunity to listen to His Excellency the Minister and to listen to other representatives, the opportunity to ask questions. This is all something very useful. صحيح في معلومات كتيرة احنا قعدنا طالبنا بيها في هذه في هذا اللقاء، انه نعرف اكتر ونعرف هتوصلنا فين وايه التكلفة على المواطن وامتى الفايدة بتاعته هتكون متحققة، ولكن ده هو الهدف من اللقاء، انه نتعرف احنا مهمومين بايه، احنا عايزين ايه اكتر. دي من النقط الجيده جدا اللي حصلت، ان في وزاره تبدا تولي اهتمام بالمنظمات المجتمع المدني وتبدا تتعاون معاها، بالذات كمان في النقطه بتاعه الافصاح والشفافيه، ودي حاجه جيده، وده كان بتعاون جهد كبير جدا من وزاره الماليه اللي قدر المركز من خلاله يقترح ويضم ويدعو منظمات المجتمع المدني لمناقشه موازنه المواطن، ونقدر نشوف ايه البنود اللي المفروض تضاف فيها، ايه اللي احنا محتاجينه اكتر. ده يوم بنعلن فيه موازنه، مشروع الموازنه اللي قدمناه للبرلمان، لكن اليوم دوت مش هو نهايه المطاف. احنا طول السنه بنتقابل، يمكن السنه اللي فاتت انا شخصيا مع ساره والزملاء المسؤولين عن التواصل المجتمعي اتقابلنا مع كافه القطاعات او كافه الجهات 6 أو 7 مرات. بنستفيد جدا من اللقاءات دي وهنستمر فيها وهنزودها، يمكن هنروح اكتر للمحافظات بره القاهره، لكن حجم الاستفاده لينا في ازاي نشرح الامور وازاي ناخد بعض الفيدباك او المقترحات اللي تضيف للعمل في الوزاره، ده هيبقى مستمر وان شاء الله يبقى في كتير من الاجراءات الاضافيه للفتره القادمه في التواصل والشفافيه. انا عارفه المبادره دي طولت الامد وهتاخد مننا وقت، لكن احنا دايما بنقول كده مشوار ال 1000 مليون بتبتدي بخطوه، فاحنا محتاجينكم معانا تكملوا المشوار بتاعنا اللي ابتديناه علشان حقك تعرف موازنه بلدك.